احتفلت الفنانة التركية إيدا إيجي بطلة مسلسل التفاح الحرام بزفافة من حبيبة لاعب كرة السلة برهان تونجر بحضور أفراد العائلة والأصدقاء بعد علاقة امتدت لأربع سنوات. واختارت العروس فستان زفاف من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، زينته بأول حرفين من اسمه واسم العريس وتم تطريزه داخل قلبين. وجاء احتفال إيجي بزفيفة بعد يوم واحد من عيد ميلادها الـ 33 واللي بيصادف العشرين من حزيران يونيو، حيث كان بالبداية هو موعد الزفاف لكن أراد تأجيله يوم واحد ليكون بـ 21 حزيران يونيو. وشارك عدد من نجوم الفن والمشاهير الأتراك بحفل الزفاف، وكان من بينهم الفنانة تشيفال سام واللي صعدت على المسرح للغناء بالحفل. وكانت الفنانة التركية احتفلت بخطوبتها بشهر نيسان أبريل الماضي، ووثقت وقتها مجموعة صور وفيديوهات من الحفل مع جمهورها. وشغلت علاقة إيجي وحبيبة لاعب كرة السلة برهان تونجر واللي بدأت من ما يقارب الأربع سنوات الجمهور بعد ما تناقلت العديد من الأخبار بوقت سابق عن انفصال وعودتهم لأكثر من مرة. وبعام 2020 وتحديدا خلال فترة الحجر الصحي واللي فرضت حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، قرر الثنائي العيش معا بالمنزل ذاته. لكن بشهر أبريل من العام 2020 وبعد فترة قصيرة من انتقالهم معا، قامت إيدا إيجي بإلغاء متابعة حبيبة عبر إنستغرام ليتم تداول أنباء عن انفصالهم، ولم يكشف الثنائي عن الأسباب اللي أدت لإلغاء متابعة بعضهم. وكانت نجمة مسلسل التفاح الحرام قد علقت بإحدى المقابلات عن الانفصال قائلة إنه بكل مرة بتغضب من حبيبة بتقوم بإلغاء متابعته، وهو الأمر اللي أدى لانتشار أخبار انفصالهم أكثر من مرة، لذلك قررت إنه تتخلص من هيدي العادة وإنه ما تلغي متابعته عند أي خلاف.